سندت جبال إسماعيل الكبرى للمهرجان في دورته العاشرة تدخل في إطار أهداف مسطرة الجمعية من أجل المساهمة في الثقل النوعية التي تعرفها مدينة بكناس في المجال الثقافي خاصة في الميدان السينمائي. فجمعية إسماعيل الكبرى الآن تتوفر على مركب ثقافي وفني وتجعله هنا إشارة الشباب من أجل العروض المسرحية والفنية والموسيقية. والآن هي بصدد استغلال هذه القاعة العروض السينمائية لهذه الدورة. وطبعا الجمعية تأمل في أن تساعد مدينة مكناس والشباب المكناسي على استرجاع ماضي التاريخ، خاصة وأن مدينة مكناس كانت قبلة للفنانين على جميع المجالب، يعني الفنانين على مستوى الغناء وعلى مستوى المسرح وعلى مستوى السينما. فهذه المساهمة هي طبعا مساهمة يعني جميع المجالات تفيد الفضاءات كسينما كاميرا وسينما ريف، وكذلك تسهيل بعض الامور اللوجستيه الناس مثلا التاريخ وايواء بعض الفنانين الى تونس.